كنت بتقولي في بداية الكلام اتعلمتي حاجات كتير من التجديف، هي على مستوى الشخصي ولا على حاجات في الرياضة نفسها؟ لا هي كله يعني، هو الرياضة عامة بتعلمك ازاي بيكون شخصيتك من ناحية الثقة، ازاي تتعاملي مع الناس، كل الفئات بقى يعني، سواء الناس اللي هي صعبة المعاملة، الناس احسن معاملة يعني، ما مش بيضحك عليك بسهولة دلوقتي، تعرفي ازاي تحلي المشاكل، ازاي تنظمي وقتك يعني. واحد عشان يعني يتمرن ويتمرن على مستوى مثلا المنتخب او كده لازم ينظم حياته. انا اعتقد اكتر حاجه مهمه بيتعلمها الرياضيين هو التايم مانجمنت، او ان انت تكون بتنظم هو غصب يومك. عنك الرياضه بتنظم الحياه يعني. هي ما انا عشان يعني طبعا البيت بيبقى طالب منك دراسيا لازم تكوني محققه ده. حققتي ايه في الدراسه؟ انا هندسه القاهره ما شاء الله، فكان الموضوع ما عندناش كشف، عندنا خشف. الله اكبر، لا ده حاجه خالص.